بعد صابر عزوز كيفاش دخل ولدي راه كان مسافر جا من الجبال ملي كان ماشي في الطريق هو كيتواصل مع يماه التليفون ماشي كيتواصل مع يماه كيهضر معاه راني وصلت عليه وبقى كيعيط لها حتى نوصل فهمتي من الاربعين ومن الاربعين صافي قال انا غنوصل كاستيخو هادي سقص على خا قال له يجي يوصل طلعني قال له خاك اخرج قال له صافي انا غنوصل كاستيخو لتحت وراني نطلع اللي عود صافي ديك الساعه ديك الهضره الاخريه قطع مع يمه انا ملي فقت صدق قالت لي صافي راه وجا بالحق عاود طفى التليفون قال لي انا غنعاود عيطوا لي شي الدراري لتحت قلت له ربما يكون دابا جبر كل شيء داخل هيدا يا سبته بحال ولا يكون دار شي دوره لتما ولا زاد ولا داك الشيء اللي قلت انا داك الشيء اللي كان غير كان عيط انا ديك الساعه ليله كامله وانا كنعيط والو وفي الساعة اللي صافي تأكدنا سقسي تما قال لك اودي شوفنا هنايا نزل واحد القفاف في القهوة من بلاصة فين كنخدم قالوا لي شاف هو دخل نزل شي قفة تما وخرج الدراري عاود عيط لشي الدراري كيكون يخدم معاهم في القيصرية قال لك اودي راه جانا هنايا شفنا هنا كان عنده واحد القفة في يده وداها قيل نزل هدايا ومشى هدايا انا تجيال مع الجامع صافي ديك الساعه هذيك الاخريه اللي قال لي قال لي عيطنا له واحد ولد صاحبو هايدايا باش يخدم معاه قال له التليفون مطفي واصدق صافي هذيك الاخريه ما بقاش التليفون شاعل بجوج بهم خدامين شي كنصوني كنتواصلوا معاه ليله وديك النهار هذاك يماه وخا كيعيطوا هو خا ومشى حتى تما للديوانه قيل تماك واصدق ما كاين والو تواصلنا مع الدراري تما في سبتة نشرنا التصويرة ديالو اللي تما الدراري اللي خرجوا حتى واحد ما كيقول انا شفتو وكيفاش راه دخل هذايا ما يمكنش الدراري شافو هو داخل الديوانة داخل مع الجياد البحار هذايا مع الناس تما كانوا بزاف داخل معاه راه ما خرجتش من سبتة ما يمكنش خاصنا نعرفو راه هادي وطفعنا التصويرة ديالو الدراري اللي تما في سبتة هذايا صافي هذاك الشيء التصاور ديالو نشروه تما مع الدراري مع هذيا صافي قلنا خصنا نعرفوا وما كي نشروا ديك الحوايج ديالو او سردو من هذي تشاف من العيل والو اللي قال لي الحوايج ديالو وراهم لي ما انا تاكد عاود ما وراهم لي قالوا لي هما تاكدت جبرتهم هما السنطه هذي ديك السبردينه وديك التاكيت واحد التاكيت كيتسمى صفراء عاود اللي طلع بها كنسمى واحد الشندار صفر ما كان عندوش الفوقاني يدو طوالين هذاك ما عندوش ومشاو لبلاصة هما قال لك اودي كاين راه كاين تما في بلاصة الأموال ما بغاوش يردوا علينا في ديك الساعة قال لك ما دابا بلاتي نشوفوا قلت له راه خصنا التصوير دابا باش نتأكدوا قال لك بلاصة الأموال راه كاينين ها تما قلت له خصنا نتاكدوا دابا جبنا التصويره كيتسمى ديالو هيدايا كما كان نعقلوا عليه ماشي يما ولا خوتو كلشي انا نعقل عليه ما يخفاش عليا صافي سرنا دبرنا التصويره ديالو هيدايا سرنا تاكدنا هو كان الدم عنده الدم هنايا التاكيطه مضروب الدم في العنق من هنايا من هذا العنق هذا كامل فيه الدم وكانت حمل المسؤوليه السلطات الاسبانيه راه تضرب تما ضربوا هما 100% ضربوا هما ما كاينش راه متضرب هما وما كيقولوا ما نعرف لاماري ولا شي حاجه ضربت شي واحد الناس كاين شي واحد ضربت شي واحد لاماري ما هذه قازت فيه ولا ما نعرف مع الجنب كان فهمتي مع البشر مترش وهو كان عند ما نعرف هذا اللي كيقولوا ما واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك الله بغينا نخرجوه ندفنوا هنايا خصنا ضروري نتعاونوا معنا السلطات هيدا يتعاونوا معنا راه حنا ما عندنا حتى شي جهد راه هما كيتحملوا المسؤوليه هذا الشيء هذا اصلا هما يتحملوا المسؤوليه كيتسمى الديوانه حلوها ولا يشدوها هما كيعرفوا ما حنا ما عندنا حتى شي حاجه ما الا بغاو يمنعوك ما تدخلش ما تدخلش ما غتوصلتي حتى دابا هما خصهم يدخلوا الحكومه ديالنا المغرب نوصلوا كنحملوا عاود كنطلبوا جلاله الملك نصره الله يتدخل في هذه المحنه اللي فيها وصافي هذا الشيء